بما اني بدأت الحلقة النهاردة بسعادتي الغامرة وتقديري الرائع للجنة العفو الرئاسي والقارات الرئاسية بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فخليني اخد معانا على التليفون سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي. اهلا 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 يا طارق يا صديقي. صديقي العزيز، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه احوالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله كله تمام. الحمد لله بخير. الحمد لله، اتمنى ان تكون بخير. طبعا الحمد لله كله بخير طالما البلد كلها باذن الله دايما بخير وفي خير مستمر. طارق، خلينا يمكن ابدا الاول بتقديري الشديد واعجابي باداء اللجنه، وطبعا انا اخص بالذكر العفو اللي صدر للمهندس يحيى حسين عبد الهادي. بشكرك شكرا جزيلا، وده واجبنا، واحنا يعني بنعمل بجد واجتهاد شديد في ملف من الناحيه الانسانيه له ابعاد غايه في الاهميه، ومن الناحيه السياسيه ايضا له بعد غايه في الاهميه، وهو جزء من رسم حاله من التسامح في المجتمع والقدره على يعني التوسع في مفاهيم التسامح. فبالتالي هذه خطوة يعني مهمة للغاية، ووجود إرادة سياسية لدى في إصدار قرارات عفو عن المحبوسين في قضايا ذات خلفية بالرأي والتعبير هي أمر يعني بيشكل مدى اهتمام القيادة السياسية بالانفتاح على كافة القوى السياسية والقدرة على يعني بلورة إرادة حقيقية في خوض عملية وغمار الحوار الوطني الذي دعا له السيد الرئيس. طيب ده اللي أنا كنت لسه هسألك عليه يا طارق، هي فكرة المردود السياسي من وراء الإفراجات أو من وراء العفو اللي بيبقى صادر بناء على توصيات من لجنة العفو الرئاسي، إنه هذا المردود السياسي ينعكس على الحوار الوطني. ولكن هنا بقى سؤالي، وبأي شكل من الثمار يا طارق؟ الحقيقة بكل الثمار، لأنه يعني وجود يعني أسمى سبل للتعبير عن الانفتاح والتعبير عن وجود إرادة حقيقية لحل الحوار هو الإفراجات التي تتم الآن، والأساس اللي بتتم عليها هذه الإفراجات. ويمكن وإحنا أمام هذه الحالات يعني نحن أمام إجراءات قانونية وقضائية صحيح، ولكن هناك إرادة سياسية بخروج هؤلاء الشباب لإعطاء الفرصة الثانية للاندماج في المجتمع، ممارسة الحياة وبشكل فيه انفتاح وبشكل فيه انفراجة لدى كل الأطراف، وإنه البناء للجمهورية الجديدة يتم على أسس التسامح ويتم على أسس الحوار، وأن يكون للجميع دور في بناء الوطن من الناحية السياسية، وأن الدولة المصرية وضعت أولويات لها على مدار الفترة الماضية في مكافحة الإرهاب وفي التنمية الاقتصادية، وتلا ذلك وجود مساحات من القدرة على تطوير البنية السياسية للدولة وخوض حالة حوار وطني عميق نستطيع من خلاله أن نخرج بوطن أكثر قوة من الناحية السياسية وأكثر قدرة على الخوض غمار المراحل المقبلة، أن يكون الجميع ذات رأي واحد، ولكن يجب على الجميع أن يكون وحدة واحدة في القضايا التي لها مساس مباشر بالحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وفي نفس الوقت يمكن أن نختلف في كل الآراء على أساس قاعدة وطنية بحتة وعلى أساس وضع رؤى أي من الرؤى أفضل لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في الوقت الحاضر أو المستقبل. طيب طارق، انت اكيد تابعت ردود الافعال بشكل عام، سواء اذا كانت ردود الافعال على المواقع الاخباريه والجرايد او ردود الافعال على صفحات التواصل الاجتماعي متعلقه بخبر العفو عن المهندس يحيى حسين. شفت ردود الافعال دي ازاي؟ وبتعتقد انه المردود الايجابي بتاع هذا الاسم بالتحديد المهندس يحيى حسين عبد الهادي؟ الحقيقه
الحقيقه انا يعني بتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته السريعه جدا للجنه العفو الرئاسي عندما تقدمت اللجنه بطلب لنظر امكانيه اصدار عفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وكانت الاستجابه سريعه جدا على خلال عده ايام صدر القرار الجمهوري، وبالفعل تم الانتهاء من كافه الاجراءات عصر اليوم، وهو الان في بيته الحمد لله. فالحقيقه ده شيء اسلج الصدور بشكل كبير ان رئيس يعني يسعى بمنتهى السبل لانجاح عمل لجنه العفو الرئاسي والى قدره هذه اللجنه على اتمام اعمالها على اكمل وجه، وانه لجنه العفو الرئاسي لم يعني ترسل اسماء الا واستجاب لها السيد الرئيس، وده بيعبر عن حاله الانفتاح الشديده، بالاضافه لانه لجنه العفو غير محدده المده الزمنيه، وبالتالي اللجنه تعمل حتى نظر اخر حاله مستهدف أن يتم العفو عنها وتنطبق عليها المعايير التي وضعناها منذ اللحظة الأولى، طالما أنه هؤلاء الأشخاص لم يتورطوا في دماء ولم ينتموا لتنظيمات إرهابية، وبالتالي يعني يجب أن يعودوا ويندمجوا في المجتمع. والحقيقة أنه المنظور لم يتوقف عند حد خروجهم من السجن فحسب، وإنما امتد إلى الرعاية اللاحقة، إلى دمجهم في المجتمع، وكل من فصل من عمله أن يعود إلى عمله، كل الطلبة الذين فصلوا من الجامعات أن يعودوا إلى جامعاتهم، وبالتالي ده يجب أن يكون جزء من حالة الحوار لتسهيل أي عقبات تواجهنا، لأنه ده بيرتبط ببعض اللوائح الجامعية، بيرتبط ببعض القوانين، وبالتالي يجب أن يلعب البرلمان دورا، يجب أن تلعب المجلس الأعلى للجامعات دورا، يجب على كل الأطراف أن تتعاون من أجل حتى تنفيذ عملية الدمج المجتمعي اللي انتبه ليها السيد الرئيس ووجه بيها من اللحظات الاولى. الجملتين الحلوين بتوع العوده الى العمل والعوده الى الدراسه دول بالدنيا بالمناسبه. طب اخيرا يا طارق، صحافه بقى، يعني ما هي الاسماء اللي من الممكن انك تقول لنا انها موجوده يعني على اجندتكم قد تحصل على عفو قريب؟ الحس الصحفي يجب ان يسود دائما. ما انا ما اقدرش. احنا الحقيقه بنتحفظ، واقول سبب تحفظني، بنتحفظ في الاعلان على اسماء قبل ان نطمئن لاستكمال كافه الاجراءات، لانه المساله دي بتبقى يعني معلق بيها قلوب و صحيح ذوي هؤلاء الشباب، وبالتالي احنا بنتحفظ على الاعلان عن اي اسماء او اعداد حتى تخرج، او يعني نطمئن ان كافه الاجراءات في طريقها للاتمام. فان شاء الله غدا بمجرد الاطمئنان الى انه الاجراءات كلها تسير بشكل سلس وكامل، ان شاء الله نعلن في حينها الاسماء وبشكل حاسم، ونعلن الاعداد، واحنا مستمرين في عملنا. هذه يعني احنا اول الغيث قطره، ومستمرين في عملنا، ونطمئن الجميع انه احنا شغالين على قدم وساق، وشغالين بوتيره سريعه جدا نسعى من خلالها الى طمانه الجميع، و يعني ارسال رسائل طمانه لكل ذوي واهل المحبوسين باننا يعني سنسعى للوصول الى الجميع، وسنعمل لنظر كل الحالات باسرع وقت ممكن. لكن احنا طبعا احيانا بنستغرق بعض الوقت بسبب تكرار الحالات اللي طالت بينا، وده مفهوم طبيعي انه كل يعني ذوي المحبوسين قلوبهم معلقه واملهم معلقه طبعاً بهذا الامر، وبالتالي هم بيبعتوا البيانات الى مجلس الامن لحقوق الانسان، الى لجنه حقوق الانسان في البرلمان، الى اعضاء اللجنه كل على حده، بيسجلوا على الاستماره على الموقع المؤتمر الوطني للشباب. فده شويه بيعمل حاله من التكرار الكبير هي الحالات اللي بننظرها في البيانات، ولكن هم معذورين طبعا، واحنا مقدرين لطبيعه املهم المعلقه بهذا الموضوع. ففي نفس الوقت برضه بيحصل لبس عند بعض الناس بارسال بعض القضايا الجنائيه، والحقيقه دي مش محل نظر من قبل اللجنه، واحنا يعني كل القضايا اللي بننظرها هي قضايا ذات طبيعه متعلقه بالراي والتعبير، زي خلق قانون التظاهر، زي نشر اخبار كاذبه،
هذه القضايا اللي بننظرها من زاوية قضايا رأي، ولا ننظر ولسنا مختصين بنظر بأي قضايا جنائية. صحيح طبعا، محامي ورجل سياسة، فمش مش هنعرف ناخد منك حق ولا باطل. ماشي يا طارق. لا أشكرك. يعني زي ما قلت يعني دي أمور يعني إحنا بس بنقلق على مفهوم، صدقني مفهوم. نعم علشان يعني ما نعشمش الناس بأن إحنا بالضبط بنقول أسماء بالضبط، وبعدين يبقى لسه في المزيد من الإجراءات أو إلى آخره من أمور، فما يعني ما نبقاش بس إيه عشمناهم وإدينا لهم أمل ولسه الحكاية إيه ما قربتش شوية. لكن أنا صحيح أعتقد إنه صحيح في قريب يعني أو مستقبل قريب فعلا هنلاقي ناس كتير جدا هتبقى موجودة في بيوتها بإذن الله. بنشكركم جدا يا طارق بشكل عام في اللجنة، وبشكرك جدا يا طارق على يعني جرعة الأمل والتفاؤل اللي ادتهالنا، وحقيقي كل الشكر للرئيس لأنه زي ما كان بيتكلم كده طارق على طول بيلبي طالما المسألة في إطار المعايير المتفق عليها. يمكن طارق وصف وقال أول الغيث قطرة، أنا عايز أقول لك أنه خروج المهندس يحيى حسين عبد الهادي ليس قطرة، إنما هو سحابة كاملة محملة مش بغيث، بكل الغيث والله حقيقي يعني بجد. تفائلوا، اسمع مني بس، تفائلوا. على كل حال كل شكر مرة تانية لسيادة النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي عضو مجلس النواب.